الصحي على توفير المستلزمات الضرورية لإنجاح هذا الموسم. محمد لمين والخطي يستعرض الموضوع بشكل مفصل في سياق الملف التالي. بوصول الرحلة الأولى من رحلات موسم 2018-2019 إلى مطار أطار الدولي ينطلق موسم سياحي جديد. الرحلة قادمة من مطار باريس الدولي وتضم 92 سائحا من بينهم 91 فرنسيا وبلجيكي واحد جاءوا للاستمتاع بالمناظر الجميلة وبالمناخ الجيد ضمن موسم سياحي سيدوم 6 أشهر يتوقع أن يصل عدد السياح فيه إلى 5000 سائح. فخورة جدا ليلة بتواجدي هون في مدينة طبعا وكوني أيضا نستقبل نعطي انطلاقة الموسم السياحي اللي إن شاء الله راه يستمر 6 شهور إن شاء الله ابتداء من هذا اليوم. ولولا السياسة الناجحة، السياسة الدبلوماسية لفخامة رئيس الجمهورية ومكانته والمكان اللي خلانا أيضا تعود عندنا اليوم على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، ما كان جانا حد ولا كان زارنا زائر ولا مشى من عندنا واحد آخر. هذا اليوم مهم لأنه يدل على استرجاعنا لمكانتنا الحقيقية اللي فقدناها منذ شهر عمان، ما كان يجينا هون حد، واللي الحمد لله من خلال هذه الجهود كاملة اللي كنت نطقها هون، سياستنا الناجحة، سياستنا الخارجية، دبلوماسيتنا، علاقاتنا الدولية، أيضا عملنا مثابرة قواتنا الأمنية وقواتنا المسلحة خلاتنا هون الحمد لله نسترجع مكانتنا من خلال هذه المواسم اللي الحمد لله السنة الماضية كانت النسخة الأولى وهذه بعد القطيع شهر عمان، وهذه السنة إذا هم نحن إن شاء الله ننتظروا. السنة الماضية جاتنا قريب من 1500، هاي السنة إن شاء الله ننتظروا 4000 إلى 5000 من السواح. هذا شيء مهم، ونختار هم اللي بالمناسبة نطلب من ساكنة الولاية نشكرهم أولا ونقدم لهم تحيات وسلام فخامة رئيس الجمهورية، ولكن نختار أيضا نطلب منهم كوزير وصية على هذا القطاع نختار نقول لهم عن ذاك اللي أصلا معروفين به الأدرار، خاصة الموريتان من كرم وحسن الضيافة وغيرهم بصفة خاصة هون، نختارهم ذاك يزيدوا فيه وينعتوه لهذا ضيوفنا. إجراءات مهمة تم اتخاذها من أجل استقبال السياح وتوفير الظروف الصحية وغيرها من الظروف المريحة منذ وصولهم وحتى اكتمال رحلاتهم السياحية إلى بلدانهم. هنا نقدموا له خدمة صحية تمثل في أخذ الحرارة لكل مريض وإعطاء إرشادات لازمة اللي كلهم يعود تحلى بها أثناء تواجده في هذه المنطقة، وإجراءات كاملة يعرف يعدل ويعرف تولي حالته خلق له أي لا قدر الله أي حسب أي شيء حاس به الطريقة اللي يعرف يدخل بها ينقذ راسه وجميع الناس اللي معاه. عندنا توعية صحية نعطوها لهم قدام دائما نعطوهم متواغط يمشوا عليهم ويخرصون عليه التعليمات والأرقام اللي يعرفهم يتصلوا بهم. توافد السياح خلال هذا الموسم يعكس أهمية قطاع السياحة في بلادنا، وذلك تماشيا مع الإرادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف العامة لقطاع السياحة وتطويره. السياح عربوا عن فرحتهم وارتياحهم لهذا الموسم السياحي الذي سيمكنهم من قضاء فترة في أحضان الطبيعة الخلابة والشعب المضياف في جو يطبعه الأمن والاستقرار. موريتانيا تتمتع بجو الأمن والاستقرار ونحن مطمئنون لذلك، سنمضي وقتا ممتعا في هذه المنطقة المعروفة بأجوائها المريحة. نحن هنا في مطار أطار للمرة الثانية في هذا الموسم السياحي الذي تعودنا عليه في هذا البلد المضياف والآمن. أنا سعيد بهذه الفترة التي سأمضيها هنا في موريتانيا. أنا أفضل دائما المناطق الصحراوية والجبلية، لذا اخترت أن أمضي هذه الفترة الفريدة من نوعها في أطار، حيث أستمتع بالمناظر الجميلة وبالمناخ الجيد. المواسم السياحية في أدرار تنعكس إيجابا على الدورة الاقتصادية المحلية من خلال الإقامات والمرشدين والصرف وغير ذلك. ومن أجل تشخيص واقع السياحة في أدرار وطرح الملاحظات وبحث السبل الكفيلة بإنجاح هذا الموسم، عقدت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة خديجة مبارك فال اجتماعا مع الفاعلين السياحيين.
وذمن المتداخلون جهود الدولة التي مكنت من عودة السياحة مطالبين بتنظيم القطاع والدعم المناسب. السيدة الوزيرة وفي ردها على المداخلات تحدثت عن الجهود الدبلوماسية والخطوات الكبيرة التي قيم بها من أجل خروج بلادنا من منطقة اللون الأحمر، وهي الجهود التي سمحت بتنظيم رحلات سياحية جديدة. وأشادت السيدة خديجة مباركفال بجهود الفاعلين مبدية استعدادها لحل المشاكل المطروحة وضرورة تضافر الجهود لإنجاح هذا الموسم السياحي. وتعد السياحة قطبا اقتصاديا مهما في ولاية أدرر. السياحة على كل حال فوائدها كثيرة، هو القطاع التي تستفاد منها وضعيف وآمن. السائح الفائدة من الدولة تمثل في الدخل الذي دخل البلد من عملة صعبة، وعدلنا برنامج يتماشى مع رغبة أولاً راحة أولاً السائح، وإدخال هذا الرابد والله هذا الدخل من العملة الصعبة في إطار الدورة الاقتصادية الوطنية. هذا الموسم افتتاح اليوم الحمد لله كان افتتاح زين وكان مبشر الحمد لله على المزار جاي منها، وصرتوا علينا احنا في العليات كفاعلات عليات هون بالولاية عندهم الاقتصاد حكمنا لا للسياح لا لصاحبة نزل اللي صاحب التعاون. ومواكبة لتحضيرات هذا الموسم السياحي، أدت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة زيارة لبعض الإقامات والنزل اطلعت من خلالها على مستوى جاهزيتها لهذا الموسم. السيدة الوزيرة أدت زيارة لشركة تمور موريتانيا وسمعت لعرض مفصل حول المخطط العام للمصنع وأهدافه قدمها المدير العام للشركة. وتصل السعة الإنتاجية لهذا المصنع إلى 500 طن سنويا مع قابلية زيادتها إلى 1500 طن. ومن أهداف الشركة إنتاج وتعليب التمور والخضروات وزيادة القيمة المضافة لإنتاج الواحات من التمور في المنطقة وتغذية السوق المحلية بالتمور الطازجة والحد من استيراد التمور من الخارج وتشجيع القطاع الخاص وتوجيهه لهذا النوع من الاستثمار. وزيرة التجارة والصناعة والسياحة زارت معرضا للاتحادية الجهوية للصناعة التقليدية والحرف واطلعت على المنتوج التقليدي ومعرض الصناعة التقليدية المقام بالمناسبة. وثمن السيد علي والصنيبة رئيس الاتحادية الجهوية للصناعة التقليدية الانطلاقة الرسمية لهذا الموضوع.